فاحنا مثلا عندنا حاجه زي الامتي كان تيست، لف ايدك لجوه اثبت في الوضع ده وابدا ان انا ازق لتحت جامد، في اي وجع مع الحركه دي؟ تمام. او ان احنا نعمل حاجه زي الهوكنز كينيدي تيست، باخده في البوزيشن ده بيريح ايده، وبعد كده ببدا ان انا اخده في انترنال روتيشن بس هل في اي وجع؟ تمام. او ان انا هاخده في انترنال روتيشن من الاول، ريح ما تعملش اي حاجه، وهبدا ان انا اخده في باسيف اليفيشن للاخر، هل كده في اي وجع؟ تمام.